قال الإمام عن الإسلام متبعا آيات ذكر وتبيانا من السنن. قال الإمام عن الإسلام متبعا آيات ذكر وتبيانا من السنن. قول الفقيه ونور الدين مرشده بالحق ينطق صدقا غير مفتتن. الحق مذهبه والعقل ديدنه والعلم يبقي في ذخر على الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة الأنعام يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يقلب الإنسان بين الخير والشر، وذلك لأنه قد جعل هذه الدار دار تكليف لا دار تشريف. بدأ مع الإنسان بدار التشريف فخلقه في الجنة من غير تكليف، إلا أنه وجهه ألا يأكل من هذه الشجرة هو وزوج، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فنزل من أرض التشريف إلى أرض التكليف. فالإنسان في أصله مشرف، ولذلك أسجد الله له الملائكة، وهو مشرف، ولذلك بدأ معهم من غير تكليف، واستمر التشريف للطفولة. فالطفل عندما يولد وإلى أن يبلغ ليس مكلفا، إنما هو في حالة التشريف. بعد ذلك يبدأ التكليف، والتكليف يستلزم الابتلاء. الابتلاء، فعندنا امتحان، اختبار، ابتلاء. الابتلاء هو الامتحان والاختبار. فيقلب الله سبحانه وتعالى هذه الحياة ولم يجعلها خالصة من غير كدر، من غير نكد، من غير مشكلات، من غير أزمات، من غير كوارث، من غير مصائب، لا، بل فيها كل ذلك، فيها الكوارث وفيها المصائب وفيها الشر وفيها الخير وفيها الضيق وفيها السعة، اختبارا وابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يمتحنكم، يختبركم أيكم أحسن عمل. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وبعدين وإلينا ترجعون، يعني بعد كده هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى علشان يحاسبنا، علشان يعطي من فعل خيرا الخير ويعطي من فعل شرا الشر. نبلوكم، نختبركم،
نمتحنكم. فالله سبحانه وتعالى يقلب علينا الخير والشر لأننا في دار تكليف، ولأن هذا التكليف فيه مشقة، فهو نوع من أنواع الابتلاء والاختبار. إذن فلا بد من نتيجة الامتحان، ونتيجة الامتحان هي تظهر يوم القيامة. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم إنا نسألك حسن الختام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن حسن الختام هذا هو الأساس، وأنه بيد الله. فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، الذراع 42 سنتي، واخد بالك، يعني ما حصلش نص متر. خطوة الإنسان 75 سنتي، يبقى أكتر من إيه؟ من الذراع. يعني الذراع اهي وشوية كتير، يعني قربت على 2 ذراع خطوة الإنسان، خطوة الإنسان المعتادة اللي هو بيمشي فيها معتاد كده 75 سنتي، والذراع 42 سنتي، حتى لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع. يبقى بينك وبين الجنة قد إيه؟ 42 سنتي، ها؟ عشان تحفظ قول 40. طب ودي تجيبها الخطوة دي على طول، تعديها بس كده، يعني تعمل رجلك كده خلاص الخطوة. لو لاحظتها تلاقيك بتنقل القدمين، تنقل القدم الأولى سواء كانت اليمين ولا الشمال، انت كده رجل قدام ورجل ورا، وتنقل الايه الرجل الثانية جنبها جنب الأمامية، يبقى كده مشيت خطوة. فبينك وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. طب وبعدين بقى؟ وده ليه كده القلق ده؟ القلق ده يحفزك على عمل الخير، يحفزك على الخوف الإيجابي، وهو الخوف من الله. إني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خلاص؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك الضر والشر والمصيبة والكارثة والأزمة إنما هي عبارة عن اختبار وابتلاء لابن آدم. بعض الناس ينسى هذا ويختزل الضر والشر والمصيبة والأزمة والكارثة وكذا إلى آخره في الانتقام، كأن الله منتقم بس كده. لا، هذه هي الدنيا، فيها الضر وفيها الخير، فيها الشر، فيها الأزمة، فيها كذا، وفيها أيضا الرحمة والسعة والنعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية هي الأساس. قد يحدث أن يحدث هناك غضب من الله على قوم فينزل بهم العذاب، ولكن هذا خلاف الأصل، خلاف سير الحياة وسنته. سير الحياة وسنته هي هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه هي أساس العلاقة بينك وبين الله. ولذلك يجب عليك أن إذا أصابتك مصيبة
الصبر، وإذا أصابتك نعماء الشكر، فأنت بين الخوف والرجاء وبين الصبر والشكر. عجب أمر المؤمن. شوف بقى تفسير سيدنا رسول الله وحياته مع القرآن، يعني كده كان خلقه القرآن. يقول عجب أمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء، ها ضر ضراء صبر، فكان يعني ذلك الصبر خيرا له، وإن أصابته سراء اللي هو الخير يعني شكر، فكان ذلك خيرا له. يبقى صحيح ده المؤمن عجب. غير المؤمن لما يعمل كده قم يسقط عنه بعض أفعاله السيئة، معلش يخفف عنه لكن المؤمن بتتحسب له، يعني المؤمن معه الوعاء الذي يأخذ فيه ثواب الله. اللي غير مؤمن معه هذا الوعاء ولكن به ثقوب، فكلما امتلأ كلما فضي، كلما انثال منه، كلما شر منه الثواب، فلم يبقى له يوم القيامة شيء. ويأتي يوم القيامة وأصحاب الحقوق عليه كثيرة، فلا يجد ما يكفي لسداد هذه الحقوق في الحساب اللي قلنا عليه مرارا أنه طوله 500 سنة. 500 سنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، من ذا الذي يتألى على الله؟ ولذلك ترى أنه يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب ومن غير حساب، وأنه يطيل عمره بطريقة لا علاقة لها بأي شيء. ترى الشاب يموت شابا، وترى المؤمن يعمر، وترى الكافر يعمر، وكثير من المفسدين ترى أعمارهم طويلة، بس كثير أيضا من المؤمنين ترى أعمارهم طويلة. وهناك المسلسل بالمعمرين في الحديث عندنا، يعني واحد معمر خد عن واحد معمر خد عن واحد معمر خد عن من العلماء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده عملية بتاعت ربنا، ملهاش دعوة لا بإيمان ولا بلون ولا بحياة ولا بعمل ولا بأي شيء. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الخير من شاء كيف ما شاء متى شاء، وكذلك ينزل الضر على من شاء متى شاء كيف ما شاء، لأن الأمر هو أمر امتحان وابتلاء.